أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من حفظة كتاب الله الكريم، إنه على كل شيء قدير. كنا قد وصلنا إلى الآية السابعة في تلاوة سورة الممتحنة. أتمنى عليكم إعادة تلاوة الآيات والانتباه إلى ما ورد فيها من أحكام المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء وأحكام الميم الساكنة والتنوين والنون الساكنة. كي يتسنى لكم تلاوة الآيات بشكل جيد، يجب الاستماع جيدا أكثر من مرة إلى تلاوة الآيات. جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. ونبدأ الآن تلاوة الآيات حتى الآية التاسعة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. إذا وصلنا إلى تلاوة الآية التاسعة من سورة الممتحنة. أتمنى على جميع الطلبة إعادة تلاوة الآيات بشكل جيد والانتباه إلى ما ورد فيها من أحكام جعلنا الله وإياكم من حفظة كتاب الله الذين يقيمون حدوده ويتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار، وينفع الله بنا وبكم الإسلام والمسلمين. ونعيد الآن تلاوة الآيات مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى الآية التاسعة تلاوة من سورة الممتحنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بتلاوة سور كتاب الله، وينفعنا وإياكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.